بكم أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج مبادرات وطنية. هذا البرنامج الذي عودناكم دائما نستضيف فيه نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن الغالي. أعزائي المشاهدين الكرام، رحبوا معي الآن بسعادة رجل الأعمال المهندس تحسين العفيشات، الله يعطيك العافية. الله يعافيك ويبارك فيك، أهلا وسهلا سيدي. بداية يعني مسيرة حافلة من العطاء والإنجاز، خدمت في قطاع مهم جدا اللي هو مجال الأدوية وتصنيع الأدوية. تحكينا عن تجربتك العملية في البداية حتى نعرف السادة المشاهدين أكثر وأكثر، وأيضا تخصصك بالهندسة شو كان؟ أنا مهندس كهرباء خريج الجامعات الباكستانية 1987. أول ما تعينت بشركة دار الدواء للأدوية، اكتسبت فيها خبرة، وكنت مهندس صيانة الآلات فيها وخطوط الإنتاج. في أي عام ذلك تذكر ولا بعد التخرج مباشرة؟ كان بعد خدمة يعني العلم 1992. بالتسعين خدمت لمدة 7 سنوات، بعدها انتقلت كمدير لإدارة الهندسة في شركة تبوك للصناعة الدوائية. شركة تبوك للصناعات الدوائية اللي هي موجودة بالسعودية من مجموعة صبيح المصري. نعم. اشتغلت عندهم تقريبا كمان 8 سنوات، وطورنا بالشركة الشيء الكثير، يعني خاصة في مجال الخدمات المتعلقة بهذه الصناعة. اكتسبنا فيها خبرة طبعا، واخذنا فيها دورات، وتعرفنا كمان على قوانين FDA بصناعة الدوائية. بعدها انتقلت حتى أشتغل معهم كمستشار لبناء مصانع الأدوية في الجزائر العاصمة. نعم. مع مجموعة صبيح المصري والسيد غياث سختيان. نعم. معروفين. نعم. تقريبا اشتغلت معهم لمدة 5 سنوات، كنت أنا المسؤول عن التصميم. ما شاء الله. تصميم المصنع كاملا. يعني ما استعانوا بخبرات أجنبية؟ أبدا. نعم أبدا، يعني أنا كنت المسؤول عن تصميم المصنع ومتابعة إنجازه كاملا كل المراحل، وثم تجهيزه بخطوط الإنتاج وتشغيله. ممتاز. وسلمت هذا المشروع تقريبا في 2000، بلشت في 2005، أنجزناه في 2008. استمريت معهم كمان سنة في مرحلة التشغيل حتى اشتغل المصنع بحمد الله، وكان من أفضل الشركات الموجودة في الجزائر الآن. يعني ما شاء الله. نعم. سيدي، انت حكيت قبل اللقاء انه خطوط الانتاج بتوزعوها، او الانتاج بتوزعوه ل خلينا نحكي شمال افريقيا وايضا شرق اسيا. نعم. الخطوة التالية بعد ما انجزت المشروع واشتغل فيه واكتسبت هذه الخبرة، حبيت اشتغل انا في المجال خاص الي، فكنت انا وكيل لخطوط الانتاج. في عندنا اخذت وكالات لشركات تايوانية مشهورة معروفة، وكذلك تعاونت مع شركات أوروبية في تنفيذ مشاريع، وصرت أنا وكيل لهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما زلت بهذا العمل لهذه اللحظة. نعم نعم. مزيد من التوفيق. نعم نعم. الآن نأتي للشغل الشاغل للأردنيين، لجلالة الملك، للشعب الأردني بشكل عام، ألا وهو موضوع انتخابات المجالس البلدية، وأيضا يرافقها انتخابات اللامركزية. بداية حابين يعني نوضح الفكرة أكثر وأكثر، شو المفهوم من الانتخابات اللامركزية؟ احنا بنعرف انه يعني هذا الموضوع بيشجع عليه جلالة الملك، وأقر هذا القانون 15/8 إن شاء الله، حتى يتسنى لمجلس النواب الرقابة والتشريع وإناطة المسؤولية الخدمية للنائب اللامركزي. بس في خلينا نحكي عدم توضيح من وسائل الإعلام، وبالذات أنا يعني بحط اللوم الآن على معالي الكلالدة حول هذا الموضوع، لأنه ما وضح شو الفكرة من اللامركزية وتحمل الأعباء بين النائب اللامركزي وبين مجالس المحافظة وبين المجلس البلدي. فياريت من خلالك انك تعرفنا عن موضوع اللامركزية، وما هو الدور المناط
بالنائب المركزي، وخصوصا انه جلال سيدنا بده يكون المجالس البلديه دور تنموي، وايضا النائب اللامركزي الدور الخدمي يقوم به بالاشتراك مع مجلس المحافظه. يا سيدي، هو كان يعني طبيعه الحكم في بلدنا الاردن انه كان مركزي، بمعنى انه كل هالوزارات متركزه بالعاصمه عمان، وكل خدمات المحافظات ترجع لهالوزير الموجود في محافظة العاصمة عمان. صحيح. أكيد أنه إذا كان توزعت هذه المهمة على المحافظات وصار لكل محافظة مجلس هو أدرى بهمومها ومشاكلها وأقدر على إدارة الخدمات المحلية للمجتمع، سواء كانت صحة أو تعليم أو أشغال أو حتى مشروع تنموي، فكان يعني ممكن أنت توزع هالموازنة هذه اللي كانت متركزة بالعاصمة توزعها على كل هذه المحافظات، ويكون في مجلس محافظات مسؤول عن خدمة المواطن في هذه المحافظة. فهي يعني عادة حتى نترك إحنا مجلس النواب اللي هو يمثل كل الأردنيين وكل المحافظات، نتركه فقط للرقابة والتشريع. نعم، ونترك بالضبط. نعم، ونترك كل الخدمات هذه لمجالس المحافظات كلهم في محافظته. فأعتقد بتكون يعني الأسلوب أنجع وأسلس وأسهل للوصول للمواطن إذا كان إحنا كنا أقرب له في كل محافظة. نعم، هذه ببساطة يعني الفرق بين مجلس النواب وبين مجلس المحافظات. يعني مجالس المحافظة راح تشتغل بالخدمات، لكن الرقابة والتشريع يكون من مهمات يعني مجلس الأمة. أيضا في إلها بعد تنموي، مثلا إذا أتينا لمحافظة معان على سبيل المثال يوجد فيها مادة السيليكا، راح تتطور إلى موضوع تصنيع. نعم، يجي لنا عور أيضا فيها شركات أدوية كثيرة، ممكن أنه نعطيها دور تنموي أكثر والاستفادة من هذه الشركات من خلال نائب اللامركزي. يعني البعد التنموي الاقتصادي فيها اكيد هو طبعا موضوع الخدمات. نعم، هو غير موضوع الخدمات كمان البعد التنموي، انك انت ممكن تفكر في كل محافظه ممكن يفكروا هم بمشاريع. هذه المشاريع مش شرط تكون مشاريع عملاقه، ممكن تكون مشاريع صغيره، مشاريع سياحيه، ايجاد مثلا يعني منطقه، خلينا نحكي بالاردن بشكل عام تمتاز بميزه نسبيه مثلا. نعم، ممكن انت تطورها، ممكن انك لا تضخ الاموال، اعاده توجيه الاموال الى بالضبط الميزه النسبيه. بالضبط. نعم، يعني منطقه سياحيه مثلا مثل جراش حولها لسياحه. نعم، لا نعور فيها تصنيع، وفيها ايضا تصنيع وفيها جانب كمان سياحي ممكن تطويره. جميل. يعني في عندنا مثلا وادي ابو صليط، سيل حسبان، هذه المناطق ممكن تطويرها سياحيا لأنها قريبة من العاصمة وممكن تكون متنفس لأهل العاصمة والمحافظة. نعم سيدي، يعني هل تعتقد أنه يعني هذا القانون اللامركزية أنه راح يحقق نجاحات، خصوصا أنه إحنا بنعرف أنه ما في دعم مادي، ما في دعم مالي كافي لهذه المجالس، يعني كلها راح تعتمد على موازنة كل منطقة؟ هي تجربة جديدة تعتمد على شغلتين. أولا نوعية الناس اللي راح يفرزهم المجتمع. نعم، هذه مهمة جدا. فإذا وصلوا ناس يعني على مستوى من العلم والدراية والثقافة، ممكن يساعدوا في إنجاح هذا المشروع. هذه الجهة الأولى، يعني هي مسؤولية المجتمع أولا والناس اللي يطرحوا أنفسهم. المسؤولية الثانية أن الحكومة تعطي جزء من هالصلاحية، لأن الصلاحيات لحد الآن مقيدة بصراحة، القانون مش كامل، لسه بدايته مرتبط بالمحافظ، وأعتقد أنه يعني ارتباطه بالمحافظ أضعفه شوية حتى هم أعطوه شوية استقلالية من ناحية مالية وإدارية. لكن لابد أن يكون المجلس هو سيد نفسه، مجلس المحافظة، حتى يقدر يعطي. نعم. برأيك تنسيق الأدوار بين المجلس البلدي والمحافظة ونائب اللامركزية، هل هناك سيكون توافق ولا كل واحد يعني خلينا نحكيها بالعامية شوي ماشي على النهج اللي هو متعود عليه؟ أنا اللي فاهمه من مجلس المحافظات لازم يكون له هو دور كذلك رقابي على المؤسسات الخدمية داخل المحافظة على البلدية. نعم، وإلا ما شو الفائدة إذا أنت، لأنه هو معظم الموازنة بتيجي مثلا لهالبلديات. إذا البلديات ما استغلت هذه الأموال في تصريف مثلا شؤون المواطنين أو في إيجاد مثلا مشاريع تنموية تخدم المواطنين،
ولا ما في فائدة بتكون من هذه المجالس يعني المحافظات؟ نعم كمان احنا بدنا نوضح اكثر واكثر سيدي. انا زي ما حكيت لك عتبي على معالي خالد الكلال ده في هذا الموضوع في يعني شرح مفهوم اللامركزية. للأسف يعني معظم الأردنيين مش فاهمين شو موضوع اللامركزية، ولكن لما جينا عند المهندس تحسين العفشات وجدنا انه في اجماع من عشيرة العفشات، معناته في وعي لموضوع اللامركزية. حابين نتوسع اكثر واكثر في هذا الموضوع، انه كيف نقدر انه نوصل للمواطن الاردني مفهوم اللامركزيه، شو راح يخدم، شو بيقدم، شو راح يقدم للشباب بالذات. وايضا بدي تركز لي على نقطه مهمه هون، يا ريت انك تتعاون معي فيها. تفضل. يعني موضوع الانتخابات، احنا متعودين على الانتخابات النيابيه، صحيح، حتى وانتخابات البلديه وانتخابات الامانه. نعم. كان بأخذنا فيها موضوع انه الشخص اللي نازل شو مستوى العلمي، شو مستوى دراسي، لا ينظر فيه نهائيا. نعم. انه هذا الشخص والله انه كويس محبوب الى اخره، فيش عنده للأسف بعد تنموي او بعد في التفكير حتى في تنمية منطقته. احنا ما بنقول انه اصحاب الشهادات كلهم راح يكونوا في هذه المجالس، لكن خلينا نعطي فرصة لأصحاب الشهادات والثقافة في إبراز دورهم الحقيقي. يعني بدي رسالة منك توعوية للمواطن في هذا العرس الوطني في 15/8 إنه يجلي بصوته للرجل الذي يستحق أن يكون نائبا للمركزي. هذا بلا شك. يعني احنا ندعو دائما انه انت اختار القوي ثم الامين، يعني احنا حتى نقدم القوة على الامانة عدم المؤاخذة، لانه القوة هي الاساس. نعم القوة هي الاساس. وانا في مرات كثير ناس يضربوا امثال، يعني بقول لك انا اذا وظفت عندي مهندس في شركة، اذا كان هو ضعيف علميا وامين هو راح يخرب لي هالموقع اللي هو جالس فيه، لكن والله اذا كان هو قوي في علمه وفي تصريفه للامور راح يفيد الشركه حتى لو كان في قدح بامانته. نعم صحيح. فالقوه هي الاساس فيها العلم. العلم نعم، القوه هي العلم. نعم في هذا المجال الناس تتطلع صحيح انه من يمثلها يعني ناس اقوياء في علمهم وفي تفكيرهم وفي خدمتهم لهذا البلد، لكن في مشكلة انه في ناس يستغل حاجة الناس بصراحة، صحيح، من ناحية مادية. واستغلال حاجة الناس كمان بهذا الموضوع، يعني هو المشكلة مش بالناس، المشكلة باللي يستغل حاجة الناس، والمشكلة كمان بالردع. انه لازم يكون في قانون رادع لمن يستغل حاجة الناس بشراء ذممهم. صحيح. فهذه هي مشكلتنا بكل الانتخابات بصراحة. يعني المال الفاسد موجود أكيد، يعني نعم، ولا بد من ردع لهذا المال الفاسد. نعم المال القذر، يعني القذر. نعم لكن احنا بدنا منك رسالة توعوية لشبابنا لاخواننا لأهالينا في الأردن، انه انت صحيح حكيت انتخبوا القوي الأمين، لكن بنفس الوقت بدنا نطلع من يعني المنظومة الضيقة اللي عايشين فيها في موضوع انتخابات البرلمانية، انه الآن النائب اللامركزي هذا موجود لخدمة المنطقة، مش موجود لخدمة خلينا نحكيها بشكل عام انه المحافظة بشكل عام، لا لخدمة المنطقة بالضبط. نعم فياريت توجه رسالة لأخواننا المشاهدين الآن من خلالك توعوية انه المشيخة ما يعني اتركوها على جانب، خلينا نبلش بالشغل الحقيقي. والله انا بالنسبة لي انا بقول لهم اتركوا المشيخة، حتى اتركوا يعني النمط القبائلي، يعني انا بنتخب فلان لانه بس والله لانه هذا لا يعني نعم دوله مدنيه بكل صراحه. بالضبط. نعم فالانتخاب يفترض يكون للافضل، يعني هو بين منطقتك سواء كان من نفس العائله او من نفس العشيره او لا، يفترض انك تنتخب الافضل. وهو لازم كمان يقدم برنامج انتخابي قوي. قوي لازم يقدم برنامج انتخابي للناس. ايش بدك تعمل لنا انت بهالاربع سنين وبناء عليه احنا بدنا ننتخبك. نعم احنا طرحنا عده مشاريع بصراحه، يعني راح نطرحها كمان برنامج الانتخابي. يا ريت انه يعني بدنا نحكي نسالك هالسؤال،
إن شاء الله حليفك الفوز بارك الله فيك اللامركزية نعم. على سلم أولوياتك لمنطقة مسرح حمام الناعور. هي بالنسبة لمنطقة لواء ناعور يعني اللي احنا بنفكر فيه بصراحة عدة أمور. أولا إيجاد منطقة حرفية تجمع كل هالصناعات الخفيفة هذه والحرف في منطقة واحدة تخدم اللواء كامل، لأنه ابن ناعور يعني أقرب منطقة حرفية إله لازم يروح لبيادر وادي السير. هذه أولا. ثانيا بودنا أن يكون في مجمع حكومي لكل الدوائر الحكومية في ناعور حتى نعيد النشاط لمركز ناعور. مركز البلد مات بصراحة، فإحنا بدنا نعيد له النشاط بوجود مجمع حكومي سهل على الناس كمان. يعني مش معقول أنه كل منطقة حاطين فيها دائرة حكومية والمواطن إذا بده إله معاملة لازم بده يلف عليه. نعم. في كمان موضوع ثالث بصراحة لازم تتولاه البلدية نفسها، اللي هو موضوع المواصلات الداخلية داخل اللواء. يعني إنها معدومة. معدومة نعم، يعني للأسف الشديد يعني الناس كلها بتعاني. يعني في أطفال قاعدين يمشوا على رجليهم، في اللي ما عنده سيارة في عنده مشكلة يعني بالوصول هذا. فإحنا بنفضل أن نكون في مواصلات داخلية تتبناها البلدية داخل لواء ناعور، ويكون في مجمع سفريات لناعور داخل ناعور. لا الآن ما في مجمع للأسف، لو كان في مجمع وفي مواصلات داخلية تنحل مشكلة المواصلات وبتسهل على الناس داخل ناور. بنفضل نكون نهتم بالجانب السياحي، في عندنا وادي أبو صليط، في عندنا سيل الحسبان، ممكن ننمي هذه المناطق وتكون يعني منطقة متنفس لكل سكان المحافظة، محافظة العاصمة مش بس أهالي ناور. في عندنا كمان مثلا بدنا تطوير مركز صحي ناعور، للاسف احنا بدنا وحده غسيل كلى داخل. موجود مركز صحي شامل في الامارات موجود، بس هو ينقص خدمات كثيره منها وحده غسيل كلى، لانه احنا في عندنا مشاكل بالكلى. أكيد أكيد أكيد. وللاسف انه الناس في ناس بتغسل يومين مرتين وثلاث مرات بالاسبوع. صحيح. واللي بده يغسل كلى بده يروح يعني يقضي نهار كامل بالمدينه الطبيه او بالبشير. نعم. فاذا كان في وحده غسيل داخل ناعور بتخفف على الناس. طبعا هذا نعم. راح يكون مناط بالنائب اللامركزية باجتذاب المستثمر داخل اللواء. وفي اجتذاب وفي كمان اقتطاع من ميزانية البلدية. يعني بذكروا انه بلدية ناعور باخر 4 سنوات صرفت 7 مليون دينار. 7 مليون دينار للأسف الشديد صرفت على تسوية الشوارع، تعبيد المعبد. واحنا في عندنا مشروع صرف صحي بده يحفر كل الشوارع، فكان الاولى انه 7 مليون هذول بدل ما يروحن لتعبيد الشوارع يروح على الصرف الصحي يعني او يروحن لمشاريع ثانيه مثلا تنمويه وتترك التعبيد. في دور نعم. كمان لازم نحكي انه دور الشركات الموجوده والمصانع الموجوده لازم تساهم في رفض ميزانيه البلديه دي. هذا بلا شك، لكن مشاكل الشركات كذلك انه ما في تعاون بينها وبين المجلس البلدي كان. يعني هم المجلس البلدي كان توظيف الناس. وتوظيف الناس بحيث انه يعني يصير عبء على هذه الشركات. يعني انت ما بتقدم الموظف المطلوب نعم، انه لا وظف لي هالموظف هذا باي ثمن، عرفت كيف؟ فلازم يكون في تعاون، انه انت بتعطي حاجة الشركة وبعدين الشركة هي بتساعدك للمجتمع المحلي. يعني يكون في خدمات متبادلة، حد أدنى من الثقة بين القطاع العام والخاص. يعني بالضبط نعم، لأنه هذه شكوى دائمة بصراحة من أهالي ناعور أو لواء ناعور على الشركات القائمة داخل ناعور، أن يعني الشركات ما بتقدم لنا إشي، أنه الشركات يعني مقصرة بتوظيف. أكيد نعم أكيد يعني نعم. إحنا دائما جلالة الملك بيناشد بالتوأمة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لكن في الأردن ما في ثقة بين القطاع العام والقطاع الخاص. هل تعتقد أنه وصولكم للمركزية أنكم راح تتواصلوا مع القطاع الخاص حتى تبرزوا المشاكل وتحلوها سويا؟ يا سيدي أنا اشتغلت بالقطاع الخاص، الناس كلها بتفكر بطريقة خذ وعطي. بالضبط. أنك أنت تيجي تشوف هالشركة هذه منفعة إليك، بس أنت بدك تأخذ منها وتحصل منها بدون ما تعطيها، أعتقد أنه تكون العلاقة ما راح تكون العلاقة طيبة. لكن إذا أنت قدمت لهم خدمات كمجالس محلية، اجتماع توافق على بالضبط وتقدم لهم مشاريع تعال أنا بدي تخدمني مثلا بوحدة غسيل كلى،
أنا متأكد أنه مصانع الأدوية في لواء ناعور لو نعرض عليهم هذا المشروع راح يقدموا هذه الخدمة. لا ما راح يقصروا أبدا. لكن المشكلة أنه في ناس بروح يطلب منهم بطانيات، روح يطلب منهم مش عارف إيش شغلات مشيلهم، يعني اطلبها من ناس ثانيين، لا تطلبها من هذه الشركات. نعم سيدي احنا أثقلنا عليك. لا يا سيدي الله يحييك. بدنا منك الآن كلمة للشعب الأردني بشكل عام في هذا العرس الوطني، أنه كفانا استنكافا عن موضوع الإدلاء بصوتك، فصوته كأمانة، لأنه إذا صوتنا تجاه شخص معين مناسب أكيد راح نحصل على نتائج إيجابية. فرسالتك للشعب الأردني؟ رسالتي أنه إحنا في إقليم ملتهب، وأولا يجب أن نحافظ على بلدنا، والإنسان ما يعرف قيمة بلده إلا إذا اكتوى بنار الغربة. نعم صحيح. نعم ما شاء الله عليك. نعم لفيت كل البلدان. فالغربة وخاصة إذا ما كان فيها أمن وأمان بتكون مشكلة كبيرة، فبلدنا لازم نحافظ عليها. وهذا العرس الوطني القادم بمجالس محلية وانتخابات بلدية يجب أن نشارك به ونختار الأكفأ حتى نستطيع أن نحتب على بالضبط. نعم وبعد ما نختار إحنا الأكفأ ونحاول نضع حد للمال الفاسد اللي بحاول شراء ذمم الناس واستغلال حاجتهم عندها، وبعدين إحنا بنحاسب الناس كذلك، نحاسب الناس اللي وصلناهم لهذه المجالس. أكيد. نعم فأطلب من الجميع أنه الكل يتساعد وتكون نسبة الاقتراع مرتفعة جدا بهذا الانتخابات إن شاء الله. نعم إن شاء الله. نعم نعم. بنهاية الكلام يعني نهاية الحديث معك رسالة لجلال سيدنا لجنودنا البواسل المرابطين حول ثغور الأردن بالبرد بالصيف بالشتاء، الله يعطيكم العافية. أكيد. نعم يعني بعد أكم من يوم في عنا افتتاح القمة العربية إن شاء الله ستفلل بنجاح. فرسالة لقائد هذه مسيرة جلالة الملك أنه الله حبانا بنعمة العمل وجسدها من خلال صحيح. نعم وكان الشعب الأردني على قد ثقة جلالة الملك. نعم نبذ الخلافات الداخلية، كان عندنا الوحدة الوطنية خط أحمر. فحول نعمة الأمن والأمان ماذا تفضل؟ يا سيدي هم الهاشميين يعني معروفين على مدى التاريخ، والبيعة لهم من كل العشائر الأردنية ثابتة وراسخة جيل بعد جيل، وهي خط أحمر ولا نقاش عليها ولا نزود بها أبدا. والهاشميين هم أقرب الناس إلى شعبهم. نعم والناس دائما يتطلعوا إلى ملكهم الهاشمي. نعم وإن شاء الله هذه البلد مستمرة بوجود الهاشميين وبوجود جنودنا البواسل اللي يعني سهرانين على راحتنا. نعم وأجهزتنا الأمنية كلها. نعم والحمد لله إحنا بأمن وأمان رغم كل الإقليم الملتهب حوالينا، وإن شاء الله نعم ربنا ييسر الأمور. يعني أما مشاكلنا الاقتصادية إن شاء الله ربنا بجهود الخيرين نعم إنه نتجاوزها جميعا إن شاء الله. نعم 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 أكبر من هيك أكبر. نعم أعزائي المشاهدين الكرام لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بجزيل الشكر لسعادة المهندس تحسين الاحتشاف جهود جبارة مشكورة. الله يعطيك العافية. الله يعافيك ويبارك فيك. أعزائي المشاهدين نلتقي على وطن نختلف فيه ولا نختلف عليه، دمتم برعاية الله. شكرا لدعمك. شكرا لك. شكرا يا محمد. شكرا. هاشمي يا قايد هاشمي يا صامد، هاشمي يا قايد هاشمي يا صامد، أحبك ربي شاهد عبد الله يا الهادي.